احنا بالنسبه لنا الشغلانه احنا مش بنختارها، هي اللي بتختارنا، لان احنا عيله ابا عن جد خياطين، فلازم الابن يطلع يتعلم. بالنسبه لنا احنا كصعايده، جلابيه يعني راجل، قيمتك واصلك. دلوقتي في ناس شباب طالعة لا حابة ستايلات معينة، انت بتقدر تنفذها كده، مش موجودة، ما كانتش موجودة زمان، لكن دلوقتي بقت تطلب منك.